فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا يكون عندي دوام يوم الجمعة، أحيانا يكون عندي دوام في العمل يوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أستأذن من المدير لأذهب للصلاة لصلاة الجمعة، علما أن هذا المدير يتضايق من تكرار استئذاني في ذلك؟ قلنا صلاة الجمعة وصلاة الفرائض ما يحتاج إلى إذن، وهذا ما يدخل في عمل صاحب العمل، هذا مستثنى، ما يمنع المسلمين من الصلاة، حضور صلاة الجماعة، حضور صلاة الجمعة، ما يمنعهم، ما له حق في هذا الوقت. نعم.